الرحمن الرحيم. إخواني، هذه الشجرة شجرة الأثب بالباء وليس باللام، حتى الأمر بين الأثل والأثب، هذه اسمها الأثب. هذه لها فوائد طبية الحقيقة متناقضة. الفائدة الأولى تأتي في الأوراق وفي اللحاء، هذه مضادة التهاب بكثير من الأمعاء، توقف السحار أو تقتل اللامبيليا وأكياس اللامبيليا وغيرها، فتوقف الإسهال المزمن. في هذه الشجرة تظهر ثمار، عندما تنضج الثمار تستخدم للبع والمساك. لاحظوا يا أخوان، سبحان الله العظيم، هذه تستخدم ضد الإسهال والثمار يستخدم ضد الإمساك. لهذه الشجرة أيضا إذا كسرناها يطلع فيها لبن، اللبن هذا يوضع على الثآليل فيقضي عليها، يوضع على البواصير فيقضي عليها، يوضع على البهاق فيساعد في مسألة علاج البهاق. تقريبا هذا ما أعلم عنها وما قرأت عنها. أسأل الله أن يشفيكم المريض، والسلام عليكم ورحمة الله.